ويعني زي ما قلنا زي ما حضرتك قلت بنأكد ان مصر دولة ليها ثوابت في التعامل مع القضايا المختلفة خاصة فيما يخص الدول العربية. نروح لخبر اخر وهو هيكون بشأن تصريحات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الاول للطاقة النووية والذي اقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. اوضح مدبولي ان تأمين الطاقة وتنوع المصادر وكذا الحفاظ على بيئة نظيفة هما ضمن اهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واللي تم إطلاقها في فبراير 2016 بتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في المجالات كافة، مضيفا أن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يعد أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية فضلا عن مزاياها التنافسية العالية. وأضاف أن مصر دخلت عصرا جديدا لبدء تحقيق الحلم النووي. فكرة استخدام يعني مصر بدأت تتجه منذ يعني البرنامج الخاص بإطلاق برنامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كانت من أهم الملفات فيها كانت ملف الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة. والحقيقة أن مصر قطعت شوط كبير، يعني احنا بنتكلم ان احنا بنستهدف ان احنا نوصل لمعدلات عالية حوالي 40% من استخدام الطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة بحيث ان احنا نبدا ان احنا يبقى في حفاظ على البيئه. ومصر مشاركه لكثير من المؤتمرات ودعت لي ان هي تبقى تستضيف مؤتمر المناخ القادم وان شاء الله يعني هيبقى موجود عندنا. المكاسب اللي هتحققها مصر من استخدام مثل هذه المحطات النوويه؟ شوف لك حاجه، اتجاه مصر للطاقه المتجدده ومشروع الضبعه لم يكن جديدا صحيح، وانما بدا التفكير فيه منذ عده عقود، ولكن التنفيذ الفعلي دخل في تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعندما تم التوقيع احنا النهارده زي ما حضرتك قلت 40% عايزين طاقة متجددة نظيفة. صحيح. احنا النهارده 7% فقط. فبمشروع الضبعة هنرتفع إلى 40%. صح. الحاجة الثانية، مصر في الحقيقة قطعت شوط كبير جدا في اللجوء إلى الطاقة المتجددة بعيدا عن الطرق التقليدية أو الطاقة التقليدية. في الحقيقة لو نظرنا إلى مشروع الضبعة إحنا هنجد أنه إن شاء الله ابتداء من سنة 26 هيبدأ الإنتاج. عندنا هو الضبعة مقسم إلى تقريبا 4 مراحل وهو 4 مفاعلات نووية وليس مفاعل واحد كما يفهم البعض، 4 مفاعلات نووية. في الحقيقة وده مشروع ضخم جدا ومش هيبقى فيه طاقة متجددة فقط، لا، احنا النهارده وصلنا لمرحله اولا الضبعه هيولد طاقه هتغنينا عن الغاز بنسبه كبيره بحيث احنا نستفيد من الغاز في مشروعات اخرى. فبالتالي ايضا من العناصر المهمه في هذا الموضوع هو دخول مصر مجال الخبره، الاستفاده من الخبره الدوليه في مجال الطاقه النوويه. الحاجه المهمه ايضا مدرسه الضبعه دي هتخرج لنا جيل جديد لديه خبرة فنية في هذا المجال. فأنا عايز أقول لك حاجة غريبة، يعني حاجة مؤكدة، أنه مصر قطعت شوط كبير جدا في موضوع توليد الطاقة خاصة الطاقة المتجددة، ده اتجاه رائع. في نفس الوقت لكن في الحقيقة إحنا بصينا لو نظرنا إلى تطور هذا الموضوع هنجد كلنا نتذكر كيف كانت تنقطع الكهرباء في مصر لفترات طويلة. النهاردة أنت أصبحتي قادرة على تصدير الطاقة الكهربائية. عندنا بعض المشروعات إذا كنا بنقول إن ما إن السد العالي من أعظم المشروعات الكهربائية في مصر، أصبح لدينا في مصر محطات بتولي الطاقة أكبر من طاقة السد عندنا محطة العالي. ففي الحقيقة لكن في نفس الوقت أنت لازم تسيري أو تواكبي التطور العالمي في الطاقة النظيفة. انت النهارده لجأت للطاقة الشمسية، لجأت للمفاعل النووي، لكن مشروع اي المفاعل النووي في مصر بتركز على نقطة مهمة جدا وهو ايه؟ للأغراض السلمية، لخدمة المجتمع وتنميته. لكن في الحقيقة انت هتستفيدي من هذا المشروع في أمور متعددة، أولها الحفاظ على البيئة، تاني حاجة الزيادة الإنتاجية في الطاقة المتجددة. الحاجة برضو المهمة أيضا تقليل الانبعاثات الحرارية اللي بتؤدي إلى تلوث البيئة، وده بيؤكد أن مصر
لها دور فاعل في عملية تغيير الحفاظ على المناخ والمشاركة في زي ما شفنا في المؤتمر الأخير مؤتمر تغير المناخ. فأنا أعتقد أن في فوائد متعددة هتعود على مصر من مشروع الضبع. طب خلينا يعني طالما حضرتك ذكرت فكرة ما حدث يعني منذ 2014، عايزة كمان أكد أن احنا يعني مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أهم الملفات المطروحة على أجندته أنه هو هيعمل فيها حلول أو تحدث فيها كتير كان ملف الطاقة، لأن احنا كنا وصلنا زي ما حضرتك قلت أن الكهرباء بتقطع ومفيش مستشفيات وناس يعني كانت الحالة وصلت لي حالة صعبة جدا، وما كانش هينفع أن احنا نقول استثمارات أو نعمل تحسين للبنية التحتية من غير ما يبقى عندنا طاقة تخلينا نقدر ان احنا نقول للناس اه تعالوا، ما هو ما حدش مستثمر هيجي، وعلى الاقل يعني اقل حاجة اللي احنا بنتكلم فيها لان الموضوع كبير ان الكهرباء بتقطع او النور بيقطع يعني. ففكرة ملف الطاقة والاستفادة منه في مسألة الاستثمارات ودعم وان احنا نجذب الاستثمارات من الخارج لمصر. شوفي حقولك حاجة استاذ فاتن، في الحقيقة احنا قعدنا فترات طويلة جدا نرفع شعارات الاستثمار لكن في الحقيقة مشروع تعديل قانون الاستثمار كان مهم جدا. ما من مؤتمر دولي أو محفل دولي إلا وبنجد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بيدعو للاستثمار في مصر. صحيح. إن أصبح لدينا مناخ مناسب للاستثمار، أصبح لدينا مناخ جاذب للاستثمارات على أرض مصر. لكن في الحقيقة إحنا عايزين في نفس الوقت يبقى خطوات الوزراء المعنيين أو القائمين على الاستثمار يواكب خطوات الرئيس في هذا المجال، لأن الرئيس بيمشي بخطة سريعة جدا في هذا المجال. إحنا عايزين قائمين على التنفيذ يبقوا على مستوى خطوات الرئيس. تحدث وقال أنا مستعد أمضي بنفسي لما كان بيدعو المستثمرين، قال لهم أنا مستعد أخلص الأوراق بنفسي. لأنه في الحقيقة أنا هقول لك حاجة، لجوء الاستثمار ده شيء عظيم جدا وأساسي. ليه؟ اولا مصر لما قدمت تيسيرات لاقامه مشروعات استثماريه او في الاسراع في اصدار التراخيص للمشروعات او المصانع، ده بيفتح مجال لملايين من فرص العمل. ودي مهمه جدا. النقطه الثانيه انه قيام الدوله المصريه بتشجيع الصناعات الصغيره والمتوسطه فتح لك المجال امام الشباب لاقامه مشروعات بسهوله ويسر، وفتحت أمام المنافذ البنكية لتمويل هذه المشروعات. في الحقيقة أنا بعتقد أنه عصب اقتصاد أي مجتمع بيبقى قائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة، مش فقط بيوفر فرص عمل لكن أيضا بيمنع لي الوقوف في طوابير انتظار فرص العمل في القطاع العام. صحيح. فأنا هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع الاستثمارات بيدفع الشباب نحو الاستثمار الخاص. ما اصبحش في خوف ان انا اعمل استثمار، خاصه ايه ان هناك كان البعض بيتخوف من انه عمليات التامين، عمليات تامين المستقبل. صحيح. القطاع العام، القطاع العام عشان احمي عيالي واحمي اسرتي. لا، النهارده مظله الحمايه الاجتماعيه اصبحنا نشهدها على ارض مصر. حتى بالنسبه للمعاشات، مشاكل المعاشات التي كانت تراكمت لأكثر من 25 عاما تم حلها في فترة وجيزة جدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن احنا عندنا بجانب الاستثمارات وبجانب تشجيع الاستثمارات وبجانب إقامة مشروعات بتوفر ملايين من فرص العمل، أيضا عندنا التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. صحيح. وتقديم تيسيرات للشباب، دي من الأمور المهمة جدا في مجال الاستثمار. الحاجة أيضا المهمة تشجيع المستثمرين القادمين من الخارج. أو المستثمر عايز إيه؟ ماذا يريد المستثمر؟ المستثمر أول نقطة بيحطها قدامه في المسمار كيف يدخل آمناً وكيف يخرج آمناً. صحيح. ودي نقطة مهمة جداً، رأس المال جبان. صحيح. خلونا نروح لخبر آخر.